نريدها ثقافة وطنية ترتقي بالذوق العام، لأن هناك للأسف من بعض العروض التي تشاهدينها لا علاقة لها بالثقافة إطلاقا، بل ربما بإفساد الذوق العام. لنرتقي بالثقافة ولنرتقي بالذوق العام ولا مستقبل لأي دولة ولأي مجتمع لأي شعب إلا بثقافة وطنية. ربما أو بالتأكيد قرأت مستقبل الثقافة في مصر للعميد عميد الأدب العربي طه حسين. مستقبل يجب أن نرسم معالم هذا المستقبل حتى يكون الفكر مستنيرا، وحتى نرتقي بالذوق العام في كل مكان، في المدارس، في وسائل الإعلام، في المهرجانات كما أتحدث إلى السيد وزير السياحة لأنه فيها طابع أيضا سياحي.